لحد الآن أزمة اختيار رئيس البرلمان لم يتم حسمها، ودليل بأن هنالك تقاطعات ما بين الكتل السنية فيما يخص اختيار الشخصية المناسبة. لابد من الإسراع في انتخاب رئيس البرلمان، وأيضا تكون عملية انتخابه هي طبعا مناطق لدى المكون السني، لكن على الطرف الآخر يبرز بشخصيات مقنعة يحاول يقنع بها الأطراف والشركاء في داخل مجلس النواب حتى نستطيع أن نتخلص من هذا موضوع. الرئيس مجلس النواب ما زال قيد التداول وقيد يعني التفاهم ما بين الكتل السياسية على أن تكون هناك شخصية نستطيع أن نقول عليها ترضي كل الأطراف. الإطار يريد أن يدعم الدولة، يدعم مؤسسات الدولة، يدعم السلطة التشريعية، يدعم السلطة التنفيذية، ولكن من خلال شخصية قوية تؤمن بالعملية السياسية جملة وتفصيلة. حياكم الله. دورة تدور على نفسها، لم تحسم أبرز قوانينها، لم تسمي رئيسا جديدا لها، والجلسات معلقة على حبل الاتفاقات الغائبة، حوارات سياسية لم تتعدى أبواب المكاتب، وأسماء لم يكتب لها المرور أمام العقبات، والقوانين المرحلة من الحكومة وضعت على قائمة الانتظار. فهل سيبقى ممثلو الشعب يدورون في فلك الأعذار والتبريرات والتصريحات بلا مخرجات؟ أم أن للأيام المقبلة كلام آخر لوضع التشريعات على سكة التنفيذ؟ الحديث عن ملفنا الأول حول الحراك النيابي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وحسم منصب رئيس البرلمان، ينضم إلينا الخبير الدستوري في القانون في الجامعة المستنصرية الدكتور وائل البياتي. حياك الله. يا أهلا وسهلا. رمضان مبارك إن شاء الله عليك. نبدأ. 74 نائب قدموا طلب لتعديل المادة 12 من الدستور العراقي لحسم منصب رئيس البرلمان، هذه معضلة جديدة لو حل جديد؟ في البداية أحييك وأحيي مشاهدي القناة الكرام. واقعا أن ما يتعلق مسألة انتخاب رئيس مجلس النواب، نعلم أن المسألة معطلة نتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على شخصية معينة لانتخابها لغرض تولي منصب رئيس مجلس النواب. واقعا أن مسألة الذهاب إلى تعديل أحكام المادة 12 هي إحدى الحلول المطروحة فيما يتعلق بالخروج من هذه الأزمة، على اعتبار أنه وفقا لتفسير السابق المحكمة الاتحادية وفقا لنصوص المادة 12 من النظام الداخلي، فأنه لا يمكن إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى لأي شخص، وإنما ينبغي العمل على إعادة جلسة لغرض انتخاب رئيس مجلس من قبل الأشخاص الستة الذين سبقوا أن أعلن ترشيحهم في الجلسة الأولى التي جرت. فهسه النواب يردون يعدلون هذه المادة حتى لا تكون حكر على الست أشخاص اللي رشحوا للبرلمان. بالتأكيد في هذه الحالة سيفتح باب الترشيح مرة أخرى ويفتح المجال لمجلس النواب لغرض تعويض هؤلاء المرشحين بمرشحين آخرين يمكن التوافق عليهم، أو الوصول إلى مرشح يتم الاتفاق عليه للذهاب إلى عقد جلسة للتصويت على رئيس مجلس نواب جديد وبالأغلبية المطلقة لعدد. أنا أعرف حضرتك تتحدث بالقانون الدستوري، لكن إحنا العملية السياسية تحكمها الأعراف السياسية، هذا المنصب للسنة وهذا المنصب للمكون الشيعي وهذا للكردي، هذا ما راح يزعل المكون السني إذا مترشحوا آخرين لهذا المنصب مو بالضرورة يكونون من المكون السياسي السني.
لا، الإشكالية أيضا لا تتعلق في مسألة فقط الأعراف الدستورية. يوجد نص في النظام الداخلي صريح يقول أنه في حال حصول شغور فيما يتعلق بمنصب رئيس المجلس أو أحد نائبي فإنه يتم تعويضه وفقا للتوازنات السياسية، أي بما معنى أن هذا المنصب محجوز إلى الكتل أو الأحزاب السياسية الممثلة للطيف السني بشكل أساسي، وأن مسألة الترشيح لا تعدو أن تكون ممارسة حق باعتبار أنه ينبغي العمل على ضبط التوازن داخل الرئاسة الموجودة في المجلس، رئيس المجلس ونائبي، باعتبار كل واحد ممثل لمكون من مكونات الثلاثة الكبرى. هذه نقطة جدا مهمة، ليش نلجأ لتعديل هذه الفقرة من الدستور العراقي لما هي محصورة بالمكون السني؟ المكون السني يذهب لترشيح شخصية هم يتفقون عليها ويقدمها كمرشح تسوية. للأسف النظام الداخلي في المادة 12 لا يسمح بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى، يعني أنه الجلسة الأولى التي لم يحصل أي من المرشحين سواء كان السيد كريم أو السيد الحيساوي أو السيد محمود المشهداني وغيرهم من المرشحين، هذه تبقى حكرا على هذه الأسماء، وبالتالي عملية تعديل النظام الداخلي في المادة 12 والذهاب إلى إضافة فقرة تتضمن فتح باب الترشيح في حال عدم وصول أي من المرشحين في الدورة الأولى إلى مسألة النصف أو أكثر من عدد أعضاء نصف مجلس أعضاء، عفوا، أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب. في هذه الحالة سيصار إلى فتح باب الترشيح مرة أخرى والدخول بأسماء جديدة يمكنها التنافس، وأيضا ممكن يوجد حل آخر إذا لم يتم الوصول إلى مسألة التعديل، هي إعلان كل المرشحين الموجودين انسحابهم من عملية الترشيح. فإذا ما هذه النقطة ممكن ينسحبون، هذه تعتمد على مدى إيثارهم كمرشحين، 6 مرشحين لأنهم يملكون الآن الحق في عقد جلسة، يعني الدعوة لعقد جلسة لمسألة إعادة انتخابهم، لكن لن نصل إلى نتيجة باعتبار عدم وجود توافق داخل الأحزاب السياسية على اختيار شخصية معينة، وبالتالي العبور بها بأكثر من عدد أعضاء نصف أعضاء مجلس النواب. أما إذا انسحب هؤلاء الستة في هذه الحالة سيصار إلى شغور في مسألة الترشيح، فالمنطق يقتضي فتح باب الترشيح حتى لو لم تعدل المادة، لكن هذا يقتضي أن تقدم طلبات رسمية من 6 أشخاص وبإرادتهم إلى رئاسة مجلس النواب حاليا تتبين رغبتهم في الانسحاب وعدم الترشيح. 74 نائب حتى الآن كافي لتعديل هذه الفقرة؟ 74 نائب قدموا طلبا للتعديل، وبالتالي الطلب الآن معروض على هيئة الرئاسة داخل مجلس النواب، وهي التي ممكن أن تحدد حالة الإجراءات الخاصة بالطلب لإجراء التعديل، أي ذهاب إلى اللجنة القانونية داخل مجلس النواب، تقديم تقرير حوله، قراءته قراءة أولى ثم قراءة ثانية ثم بعد ذلك الذهاب للتصويت عليه فيما إلا حصل توافق في هذه المسألة. قانونية ودستورية شغل السيد حسن المندلاوي حاليا لرئاسة البرلمان، فقرة قانونية دستورية، وإلى متى يمكن أن يستمر في مهامه؟ مسألة شغل السيد المندلاوي لمنصب الرئيس الآن هي موجب أحكام الدستور والنظام الداخلي، في حال إذا ما شغله منصب رئيس المجلس فإن من يحل محله هو النائب الأول، فإن لم يكن موجودا فيحل النائب الثاني لرئيس المجلس، وبالتالي رئيس المجلس أو النائب الأول سيقوم بممارسة مهام الرئيس إلى حين انتخاب رئيس جديد، حتى وإن اقتضى الأمر أن تنتهي الدورة النيابية دون انتخاب فسيبقى النائب الأول يمارس هذه المهام. يعني هذه الخطوة دستورية، أي تمرير قانون وأي تشريع قانون في قبة البرلمان بوجود السيد المندلاوي لا إشكال دستوري ولا قانوني فيه؟ لا إشكال دستوري في تشريع أي قوانين في هذه المسألة من الناحية القانونية الدستورية، لكن تبقى من الناحية السياسية محل أخذ ورد على اعتبار أن هناك مكون يطالب بأن أن تكون شغل المنصب ممثلا لأحد مرشح. أستاذ وائل، بصراحة إلى أي مدى أثرت الأعراف السياسية على القانون والدستور؟ بالتأكيد الأعراف السياسية لها دور كبير تارة في إدارة البلاد. العراق دائما احنا نقول هو بلد يمتاز بكونه منقسم اجتماعيا بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن إدارته بنظام الأغلبية، وإنما ينبغي أن تدار بإطار التوافقية باعتبار هذه الدول العراق بلجيكا لبنان لا تستطيع أن تنفرد طائفة أو أن ينفرد مكون أو قومية بإدارة البلد دون شركاء، فبالتالي هي في جانب تدير البلد، في جانب آخر في بعض الأحيان البطء في التوافقية أو الوصول إلى توافقات تؤدي إلى عرقلة النتائج، وهذا ما لا نتمنى. نتمنى من الكتل السياسية أن تشحذ الهمة فيما يتعلق بالوصول إلى توافق حول أما تعديل النظام الداخلي أو الذهاب إلى إعادة مسألة ما يتعلق بإقناع المرشحين بسحب طلباتهم. حتى لو عدل النظام الداخلي ما المسألة محصورة بالمكون السياسي السني،
هم راح يرشحون نفس اللي يرشحوهم لان هم متمسكين بمرشحيهم استاذ وائل. اذا شو اللي سوينا؟ انا اعتقد انه من يعمل في السياسه عليه ان يكون براغماتيا، اي ان يعمل بالممكن، وهذا المساله ينبغي ان تكون واقعيه، أن يكون واقعيا. وبالتالي في حال إذا ما وجد أن الطرفين سواء كان الكردي أو الشيعي رافضا لمرشح معين، عليه أن يقدم مرشح بديل، ويكون هذا مرشح ذا مقبولية الجهتين، باعتبار أن رئيس مجلس النواب هو من سيدير السلطة التشريعية، وبالتالي هذا المنصب على أهمية كبيرة، ينبغي أن يكون شخصية منسجمة مع كل المكونات، لديه علاقات جيدة مع كل المكونات، لا أن تكون لديه تقاطعات تؤدي إلى توقف العمل داخل المجلس. السلطة التشريعية لديها استحقاقات كبيرة، حزمة من التشريعات سبق وأن أرسلتها الحكومة، هناك حزمة أخرى من التشريعات بموجب المنهاج الحكومي ينبغي أن ترسل خلال الفترة القادمة، وبالتالي من غير المنطقي أن يكون هناك شخصية جدلية أو شخصية محل تؤثر على هذه التشريعات تؤدي إلى توقف عمل طيب. مجلس النواب. نتحدث عن قرارات المحكمة الاتحادية، إلى أي مدى لها تأثير على ترشيح رئيس البرلمان؟ تأكيد محكمة الاتحادية لها دور أساسي، نحن نعلم أنه يوم 1/4 لدينا جلسة خاصة بالمحكمة بدعوة حول مدى شرعية الجلسة الأولى خاصة بالترشيح المرشحين، وقد يصار إلى تحديد موعد لنطق الحكم داخل المحكمة. يوم 2/4 لدينا أيضا جلسة ثانية فيما يتعلق مدى أهلية السيد الكريم للترشيح أو ببقاء عضوا في مجلس النواب، وهاتين الدعوتين إذا ما ذهبت المحكمة الاتحادية إلى إصدار قرار فيهما سواء كان سلبي أو إيجابي سيؤثر بشكل كبير على مسألة الترشيح أو على مسألة اختيار رئيس مجلس النواب القادم. ممكن تحدثني عن هذه التأثيرات؟ شو راح تأثر بشكل مباشر؟ هل من الممكن أن يعود السيد شعلان الكريم إلى الواجهة من جديد؟ هو لحد الآن لا يوجد إشكال في مسألة ترشيحه، الطعن بعدم صحة عضويته بمجلس النواب إذا ما ذهبت المحكمة الاتحادية إلى عدم صحة عضويته بالتالي سيسقط أحد المرشحين فيما يتعلق مسألة الترشيح. المسألة الثانية، إذا ذهبت المحكمة الاتحادية إلى أن الجلسة التي أعلن بها ترشيح الأسماء الستة كانت غير دستورية سيسقط الست أسماء ويصار جبرا إلى فتح باب الترشيح مرة أخرى باعتبار أنه لا يوجد هناك مرشح لهذا المنصب، وهذا أيضا فبالحالتين هناك مخرج قانوني ومخرج قضائي في هذه المسألة. إذا اسمح لي أستاذ وائل أن أرحب بالنائب ثائر مخيف عضو كتلة دولة القانون النيابية، حياك الله سيادة النائب. سيادة النائب أهلا وسهلا حياك الله. 74 نائب وحضرتك منهم ممن وقعوا وقدموا طلب أيضا لتعديل الفقرة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ما مدى تأثيرها على حسم منصب رئيس البرلمان؟ تفضل. تحية طيبة لكم ولكل متابعيكم الأعزاء. حياك الحقيقة يعني احنا إذا نظرنا إلى موضوع البرلمان هو الحالة الجديدة بالعراق، الحالة الديمقراطية، الحالة اللي يعني الشعب العراقي متنهل أن يمارس عمله الديمقراطي في كل ساحات إذا كانت يعني التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن عندما يكون رأس الحرم في المجلس التشريعي المجلس النيابي المجلس البرلماني يميل إلى أن يكون هو متعسف يعني في أو لا بل في أكثر قراراته مجلس النواب ويضيف بعض الفقرات، هذه الفقرات يكون عليها يعني شيء مقابل شيء آخر، يعني مثلا موضوع اللجنة يعني عندما كانت هيئة الرئاسة أو أن تكون الرئيس و نائبين. طيب سيادة النائب حتى لو تم تعديل هذه الفقرة فهي محصورة بالمكون السني، إذا ما الغرض من وراء تعديل هذه الفقرة؟ لا يعني اتخاذ القرار لهذا الموضوع يكون للرأس، يعني الأعضاء يعني ما لهم دور في هذا الموضوع. بالوقت اللي أي قرار يجب أن تكون هيئة رئاسة يصير توافق عليه سني شيعي كردي، يعني
هيئة الرئاسة يعني الرئيس ونائبيه. بالوقت اللي ما كان انفرد محمد الحلبوسي وهذا الموضوع طبعا انتزاع مقابل موضوع، قال انا لا امرر هذا الموضوع ما لم تصادقون على يعني مع رؤساء الكتل هذا الحقيقه. اي مع يعني اذ لم تصادقوا على شنو سياده النائب؟ في وقتها موضوع ما يعني لا والله العظيم يعني ما يعني لو كنت على بالي ان اذكر رئيس، لكن كان يعني اعرف يعني كان موضوع وضع في سله واحده، اذا لن توافقوا على هذا الموضوع انا لن اصوت او لن أطلع. طيب هو منصب رئاسه هو منصب رئاسة البرلمان مو من أحقية المكون السني، ده تحدث لك عن الأعراف السياسية. نعم نعم. زي ليش نعم. ما تقولوا لهم للمكون نعم السني اتفقوا على مرشح وقدموا؟ اسمحي لي، محمد الحلبوسي جاء بعرف وليس قانون، جاء بعرف يعني وهذا العرف نحن نخشى أن يستمر. يعني بعض الأعراف يعني مثلا حكم العراق، حكم العراق يعني قانونه سنه وشيعه وكراد عرف اتفق عليه من قبل الاحزاب والكتل. لا هو عرف والأمنيات. هو عرف سياسي بس راح اجاوب حضرتك. أنا اقول لك انه عرف فاسد صحيح ممكن ما تتفضل به صحيح، لكن اسمح لي سياده النائب. الاعراف اقسم الى قسمين، اعراف حشاش فاسده هي هو عرف لكن عرف فاسد. نعم. وعرف صحيح، إذا كان يعني السكوت عن العرف الفاسد يصبح بمستوى العرف الصحيح. مو سيادة النائب هذا عرف مشينا عليه. علينا أن لا نسكت، يعني مثلا. لا بس من فضلك دقيقة، المكون السني بس هذه النقطة سيادة النائب. أنا اسمحي لي. أي. يعني لربما أنت لا تعرفين توجهاتي. أنا من أتحدث معك، أنا عضو يعني عضو مجلس النواب. نعم بكل تأكيد عضو مجلس النواب، بس من أتحدث وياك افهمي كلامي أنه أنا عضو مجلس نواب أمارس عملي النيابي كنائب. طيب. وبالتالي أرفض أي عمل هو غير صحيح، فيه محاباة، فيه مصالح شخصية، فيه مصالح حزبية فئوية. هذا يرفض. والان اكثر الاعمال الان اللي تمارس تحت قبه البرلمان فيها فئويه وفيها حزبيه وسبب التشكيله. طيب سياده النائب وضحت الفكره، لكن سؤالي لحضرتك، المكون السني سياسيا راح يرد على حضرتك، تقبل هسه رئاسه الوزراء تروح من المكون الاكبر ايضا تروح للسنه او تروح للاكراد؟ يعني انا يعني كما اسلفت من كلامي انا ارفض يعني لو يعني يتاح لي واكون لي اثر كبير ان هذا التشكيل نرجع الى تشكيل اخر وان تكون هناك انتخاب حر مباشر، وبالتالي من يتفق يعني الكتله تحت قبه البرلمان تكون كتلة كبيرة وتنتخب وليكن الثلاث من الرئاسات من فئة واحدة. طيب. ما يكونون يعني لديهم من المسؤولية والحرص على العراق وأداء رسالتهم بشكل صحيح. طيب ممكن تحدثني عن مدى تأثير قرارات المحكمة الاتحادية على حسم منصب رئيس البرلمان، وهل صحيح أن السيد العيساوي هو الأقرب لنيل هذا المنصب؟ الحقيقة احنا اذا رجعنا الى الماضي القريب هو من ما حصل التفسير ورشحوا الاخوان الخمسة اللي هو الاخ الشعلان والاخر يعني قصدي شعلان الكريم والاخ سالم والاخ ايضا محمود المشهداني والاخ البصراوي والاخ الاخر اللي هو الدليمي ايضا وحصلوا على النتائج. كان النتائج اللي حصلها الاخ شعلان 152 صوت كانت صادمه لبعض
الكتل لم يحصل على هذه الأصوات، وبالتالي حصل ما حصل. والآن يعني أقر الأخ شعلان الكريم وأيضا قائمة التقدم بأنه على شعلان الكريم أن ينسحب بما يعني تقدمت له من اتهامات و يعني بعض السلوكيات. فأصبح الأخ سالم، سالم هو على الحد يعني حصل 97 صوت على حد 152، في حين انه الاخ محمود حصل على 49 صوت وهو كان مرشح او مدعوم من من الاطار وتحديدا من دوله القانون. وضحت الفكره جدا. شكرا جزيلا سياده النائب ثائر مخيف عضو كتله دوله القانون، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. اذا استاذ وائل، سياده النائب يدعو الى الابتعاد عن الاعراف السياسيه كونها غير قانونيه، هل من الممكن انه يكون هذا الامر حال امر واقع؟ لو هاي المساله صارت بعيده وصعبه التحقيق. دعوه السيد النائب سيد مخيف دعوه جميله، دعوه مهمه، انه اعتماد مبدا المواطنه فيما يتعلق مساله تولي المناصب والابتعاد على مساله التوافقيه والذهاب الى التمثيل المكوناتي، لكن هذه الدعوة لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر ولا في المدى القريب أو المتوسط. كما بينت قبل قليل، المجتمع العراقي يعتبر من المجتمعات الشديدة انقسام مجتمعيا، وبالتالي أنا أحتاج إلى بناء فكرة جامعة، وهذه الفكرة الجامعة بعدها إذا ما تبلورت لدى كل أفراد المجتمع ممكن الذهاب إلى ترك التوافقية والذهاب إلى مسألة إعلاء مبدأ المواطنة على أساس الكفاءة للاختيار. نحن نتمنى أن تكون مسألة التوافقية هي الاختيار الأكفأ داخل ضمن كل مكون، وبالتالي أستطيع أن أنجح في عملية إدارة الدولة والسير بها بالمستوى الصحيح. أما خلاف ذلك لا بالمستوى القريب ولا بالمتوسط بالإمكان مغادرة مسألة التوافقية. طيب أنت من وجهة نظرك، طبعا الكل ينتظر قرارات المحكمة الاتحادية حول الجلسة الأولى، لكن أنت تعتقد أنه السيد العيساوي هو الأقرب للسيد شعلان الكريم هو الأقرب؟ مسألة سيد شعلان الكريم مدى بقاء حظوظه في الترشيح تتعلق بيوم 2/4 ومدى ذهاب المحكمة بإبقاء عضويته داخل المجلس وبالتالي بقاء حظوظه بالترشيح أم لا. سيد شعلان الكريم من الناحية السياسية هناك رفض شديد لوجوده داخل قائمة المرشحين، وبالتالي قد يكون أحد الحلول اللي تؤدي إلى قيام تقدم بالدفع بمرشح آخر هي عملية تعديل أحكام المادة 12، وبالتالي فتح باب الترشيح مرة أخرى واستبداله بمرشح آخر حتى يكون لدى الكتلة إمكانية لتقديم مرشح آخر لضمان مسألة التوازن بين المرشحين. عرف له قانون أنه رئيس مجلس النواب يجب أن يكون من كتلة تقدم حصرا باعتبارها عندها أصوات كثيرة في الانتخابات؟ لا، هي المسألة تتعلق بمسألة التوازنات. نحن نعلم أن مسألة توزيع المقاعد أو المناصب عفوا تعتمد على عدد مقاعد كل حزب، لكن هذا لا يعني أنه بالإمكان أن يتولى هذا المنصب مرشح آخر من كتلة أخرى إذا ما تم التوافق على مناصب أخرى ومسألة استبداله، أو في حال آخر ممكن أن تذهب كتلة التقدم إلى جبهة المعارضة وبالتالي تتخلى عن كل المناصب التي كانت تحوزها في هذا. زين، قانونيا هل من الممكن تمرير قانون واحد بسلة؟ يعني مرر لي هذا القانون ومرر لك هذا القانون. سيادة النائب تحدث عن هذه النقطة وهذه مو جديدة. هذه واحدة من التجارب احنا للأسف سلبية في التجربة العراقية، كثيرا ما يعمد إلى وضع أكثر من قانون في سلة واحدة لتحقيق توازنات فيما بين الكتل وبالتالي الموافق عليها من باب الترضية لا من باب الموافقة على هذه المسألة، وهذه موجودة في أكثر من مرة في التجارب السابقة. حتى في الوقت الحاضر هناك دعوة مثلا إلى إعادة هيئة الرئاسة، بعض النواب يذهبون إلى أنه هناك حاجة إلى تعديل، وقد بين السيد مخيف قبل قليل أنه ينبغي العودة إلى هيئة الرئاسة. هيئة الرئاسة تحتاج إلى تفصيل كبير في هذه المسألة. جانب المحكمة الاتحادية سبق وأن أصدرت قرارات عام 2010 فيما يتعلق عدم إمكانية استخدام مصطلح هيئة الرئاسة، وإنما هناك مصطلح رئيس ونائبي مو هيئة الرئاسة موجودة،
وهناك اختصاصات حصرية وتتعلق بالرئيس موجودة فيما يتعلق بالدعوة لانعقاد مجلس النواب، فيما يتعلق قبول استقالة رئيس الجمهورية، الحلول محل رئيس الجمهورية إن لم يكن لديه نواب، وأيضا ما يتعلق بقبول طلبات المناقشة العامة. خلاف خارج هذه الاختصاصات الحصرية ممكن لمجلس النواب بخيار التشريعي أن يعمد إلى تعديل النظام الداخلي فيجعل اختصاصات معينة تكون بالتوافق بين الرئيس ونائبيه. بصراحة إيش قد ساهم البرلمان في عرقلة إقرار المشاريع المهمة في الحكومة العراقية؟ الواقع كثيرا ما كان مجلس النواب أداؤه بطيء لا يتواكب مع الحاجة إلى سرعة في التشريع. نحن نعلم أن هناك فرشة من التشريعات أرسلتها الحكومة، هناك فسحة كبيرة من التشريعات موجودة بموجب نص الدستوري، نص الدستور على أنها ينبغي أن تشرع بقانون، هناك أكثر من قرابة 30 قانون نص عليه الدستور لم يصدر لحد الآن. أنا أعتقد أن مجلس النواب عليه أن يعي إلى مسألة أساسية، أن دوره الأساسي هو التشريع والرقابة، وهذين الدورين ينبغي أن يمارسا على التوازن. نعم. لا إهمال لدور على حساب دور آخر. شكرا جزيلا أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية الدكتور وائل البياتي، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ختام ملفنا الأول بأبرز الآراء المتواجدة على منصة أكس حول الحراك النيابي لتعديل النظام الداخلي وحسم منصب رئيس البرلمان، لنتابع. نفتح وإياكم ملفنا الثاني بتقرير للزميل شيبان سامي حول الندوة التي أقامها مركز الاتحاد للتدريب الإعلامي في العراق إحياء لذكرى يوم القدس العالمي، لنتابع. انعقاد ندوة علمية تحت عنوان إحياء يوم القدس العالمي تزامنا مع حرب طوفان الأقصى التي وجهت صفعة قاسية لكل محاولات شطب قضية فلسطين والحديث عن ما تمتلكه من مكانة كبيرة في ضمائر وشعوب المنطقة والعالم في الدفاع عن حقوقهم وحريتهم ووطنهم. الهدف هو طبعا المشاركة في يوم القدس العالمي ونصرة القضية الفلسطينية ونصرة معركة طوفان الأقصى التي يخوض المقاتلون المقاومون في الميادين في مثل هذه اللحظة، وكذلك نصرة شعب أهالي غزة الذين يعانون ما يعانون من القتل والإرهاب والتجويع. أعمال لفتت انتباه العالم، وبالتالي أعدنا القضية الفلسطينية للذهنية العالمية أن القضية الفلسطينية هي قضية أرض وشعب تم سلبها من قبل عصابات صهيونية بدعم دولي أمريكي وصهيوني. تسليط الضوء على تخلي بعض الدول العربية وتواطئهم ضد قضية فلسطين، حيث يسعون دائما لتحقيق مصالحهم السياسية والتجارية على حساب دماء الشهداء وهرولتهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني. الخزي والعار للمطبعين الذين يساهمون في دعم الكيان الصهيوني لقتل أبناء جلدتهم، وهذا ما يعني أثار حفيظة كل العالم، واليوم نشاهد
التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في كل أرجاء المعمورة. مثلت معركة طوفان الأقصى في ذكراها ونحن نعيش أيام نصرة القضية الفلسطينية في ذكرى يوم القدس العالمي أفضل رد على المطبعين والمشككين والذين لجأوا إلى صف الكيان الصهيوني ووسمه بدولة، وأن القضية الفلسطينية هي قضية حق، وأن المطبعين هم جروا أذيال الخيبة والخسران. تطرقت محاور الندوة للتذكير بالقضية الفلسطينية وتوجيه رسالة للعالم عن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضهم ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. حديثنا في الملف الثاني راح يكون مع الدكتور محمد الخزاعي، مدير عام مركز الاتحاد للتدريب والتطوير الإعلامي. حياك الله ورمضان مبارك. حياكم الله، تقبل الله أعمالكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله. هذه الندوة التي عقدت إلى أي مدى تسهم ونحن في معركة مفتوحة مع الكيان الصهيوني في نصرة القضية الفلسطينية التي ربما تخلى عنها الجميع إلا الثلة القليلة المؤمنة؟ شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انطلاقنا من الواجب الإعلامي والواجب الشرعي والواجب الأخلاقي تجاه القضايا الحقة للشعوب. نصرة الشعوب هي القضايا الحقة التي يبحث عنها ويركز عليها الإعلام، وهذا ما ينبغي، وهذا في أبجدياتنا كإعلاميين، كصحفيين، ككتاب، كمراقبين للشؤون. مهمتنا أن نكون حلقة الوصل ما بين الواقع وما بين جمهوره. اليوم نصرة القضية الفلسطينية بلا منة عليهم واجب أخلاقي وشرعي علينا، لكن ما وجدناه وخصوصا ما حصل ما بعد طوفان الأقصى، هناك خذلان كبير مما يسمى الإعلام الحيادي وهذه الأكذوبة الكبيرة، ولذلك كنا بحاجة إلى نصرة الرواية الفلسطينية، رواية المقاومة الفلسطينية مقابل شنو إعلام حيادي. اليوم احنا عندنا طرفين، عندنا الكيان الصهيوني وعندنا فلسطين المحتلة. وين الحياد بالنص؟ لا، هو انا هذا اللي اقوله، اللي اقول انه كانت هذه شماعة يعلق عليها الإعلام، هذه الأكذوبة لتنطلي على جمهوره وخصوصا الإعلام العربي الذي كان ليلا نهار يتكلم بالإنسانية وبالحيادية وبالشفافية وبالموضوعية، ولكن عندما سقطت القنابل وقتلت الأطفال وحدث ما حدث من تجويع وترهيب للأطفال صمت هذا الإعلام. واليوم نحن في شهر رمضان نشاهد هذا التجويع الكبير للشعب الفلسطيني من دون أي تحرك، بل ما نشخصه أن هناك وتيرة كبيرة من التغطيات الإعلامية قد نزل إلى مستواها الأدنى بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، ولذلك هذه كانت أكذوبة على الجمهور حتى يسيطروا على جمهور كبير جدا يقنعوهم برواية هي كاذبة أصلا. اليوم عندنا فريقين، فريق الحق وفريق الباطل. سؤال لحضرتك، إيش قد استطاع فريق الباطل أن يفرض روايته على أرض الواقع؟ على أرض الواقع ما بعد 7 أكتوبر الرواية مع الحق، والآن الصوت المعلى والكأس المعلى للحق، لأن هذا ما تفرزه المواقف. صحيح لدينا مواقف خجولة عربية وحتى دولية، لكن هناك مواقف لأول مرة نشاهدها في جنوب أفريقيا، في البرازيل، في بعض دول أمريكا اللاتينية، هذه مواقف لم يسبق لها مثيل في التاريخ. هذه كلها تنحسب رصيد المن إلى نصرة الرواية الفلسطينية، وهذا يتأتى من وحدة الساحات التي أفرزتها العملية المسلحة لطوفان الأقصى. أفرزت لدينا مفهوما جديدا هو وحدة الساحات بالمقاومة، انعكست مباشرة على وحدة الساحات الإعلامية، ولكنها نشرت غسيل الآخر المطبع والإعلام المطبل الآخر إلى وضحت الحقائق بشكل كامل. جلي. طيب، بعض الجهات البلدان تخلت عن القضية الفلسطينية، قامت تسوي يوم القدس العالمي مثل ما يقولون تحصيل حاصل ليس إلا. يوم القدس العالمي في هذا العام، ما الذي سيغير؟ طبعا اكو احنا نفرق، وحتى للسيد المشاهد، احنا تعاملنا مع الحكومات ام مع البلدان؟ مع البلدان. البلدان وخصوصا البلدان العربية لديها قوة وحماس وتوجه
عقدية تجاه القضية الفلسطينية، أما حكوماتها وأنظمتها والغالبية حتى الآن والغالبية منهم لا، هم ضد التيار حتى ضد تيار شعوبهم الحق، هذا الشق الأول. أما اليوم الاختلاف ما بين الأمس واليوم هو من حصيلة النصر الكبير الذي حققته المقاومة على الأرض. هذا النصر يحتاج إلى توثيق، يحتاج إلى ترسيخ إلى أذهان المجتمع. ليش؟ لأن إحنا نحتاج إلى جيش عقدي مسلح مدرك أن القضايا الحقة للشعوب هي قضايا راسخة هي التي تنتصر. وليس هاي مهمة رجال الدين في التوضيح ومهمة الإعلام في التوضيح لنقل الرأي والرأي الآخر. وحتى واجبي واجب جنابك الكريم، كل واحد واجبه من منطلقه من تخصصه تجاه هذه القضية. ما حصل في فلسطين قبله حصل في العراق من مظالم ومن مجازر، هذه المجازر كان مسكوت عنها، ما حصل في العراق كان مسكوت عنها. لعب بصراحة خلنا نتحدث بشكل منفتح أكثر، ليش الفتاوى التكفيرية كانت تصدر على العراقيين ويباح قتل العراقيين والآن لا تصدر على الصهاينة وهم يقتلون المسلمين وضحا لها؟ لأنهم منبع هذه الفتاوى، لأن هذه الفتاوى عندما كنا في الإعلام وأنت زميلة وتعرفين عندما كنا نتحدث ونقول ونؤشر ببناننا أن هذه الحركات هي حركات موجهة ومؤدلجة ولديها سياسات ولديها تسليح وموجهة من كيان صهيوني ومن سياسات خارجية أمريكية ومدعومة عربيا، هذه تريد خلق فتنة وخلق زعزعة بالسياسات وضرب كل محور مقاوم داخل منطقة أو دولة. عندما كنا نطرح هذه الرواية كانت هذه الإجابة، أنها حركات بالعكس تبحث عن نصرة الشعوب تحررها من الإسلام السياسي والإسلام فوبيا وهذه المصطلحات وشيطنة الآخر. وعلق عليه وقل هذا تابع لإيران، سقط. ما هو هنا المشكلة، هذا اللي يصير احنا عندنا. أنا أتحدث لك بصراحة، لماذا بدأت القضية الفلسطينية تعصب برأس مكون واحد وكأنما القضية الفلسطينية تخص المكون الشيعي؟ أتحدث عن الحكومات وبعض المتعصبين الداعمين للكيان الصهيوني، ليش هذه النظرة دكتور؟ هذه النظرة لأن المواقف المقابلة مواقف خجولة سيدتي الكريمة. المواقف من المقاومة، المقاومة سواء في العراق، في لبنان، في اليمن، في البحرين، في الجمهورية الإسلامية التي الآن أعلنت بكل صراحة، وكانت الكل كان يعرف أن الجمهورية الإسلامية هي التي تدعم بالمال وبالسلاح وبكل ما تحتاجه المقاومة، كان هذا جليا للجميع. نحن ندعم المقاومة، أما الآخر ماذا يدعم؟ يدعم ملفات التطبيع، يدعم ما يرجع الشعوب إلى الوراء، شطب الهوية، شطب المقدسات، أدلجة المفهومات، تسطيح العقول، هذا ما كان يعمل عليه. إلى أي مدى يستطيع الإعلام ودور الإعلام المساهمة في نصرة القضية الفلسطينية؟ خاصة نحن نعيش ظروف استثنائية في يوم القدس العالمي هذا العام، أتحدث بالتحديد لدينا طبعًا معارك شرسة طبعًا مع الكيان الصهيوني. خصيصة هذا العام لدينا مناسبتين، المناسبة ونحن اليوم في 30/3 مناسبة يوم الأرض، وهذا يعني الكثير للشعب الفلسطيني، وأيضا يوم القدس العالمي، والذكرى الأولى والذكرى الثانية تتكلم بطوفان الأقصى وهذا الانتصار الكبير. هذا الذي يختلف في هذه الذكرى الاختلاف بحجم الانتصار الكبير لكل محور المقاومة وللقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية التي أظهرت أن ما يسمى الجيش الإسرائيلي الذي احتل ما يقارب 69 كيلومتر بالأراضي المحتلة في 3 ساعات أخذوها المقاومة، هذا أظهر عورة الآخر، أظهرت زعزعة أين السياسة الخارجية. إحنا اليوم شنو دورنا كوسائل إعلام؟ اليوم عندنا شعب فلسطيني مظلوم يقتل يجوع بطريقة يندى لها جبين الإنساني، اليوم شنو دوري وشنو دور حضرتك وشنو دور المتلقي في نصرة أخيه المظلوم؟ دورنا الإضاءة على هذه المنجزات وعلى الانتصارات وتحريض الآخر وتحريض المقابل الساكت أو الخجول على نصرة هذه القضايا. نحن اليوم ومنها قناتكم الغراء لدينا مناسبة ولدينا تظاهرة في يوم القدس العالمي بالجمعة المقبلة،
دورنا أن نخرج في هذه التظاهرات نصرة للقضية الفلسطينية. ما يقول أنا هذا مالي شغلة، هذا مو شغلي أنا بالعراق، ما لي علاقة أنا بالقضية الفلسطينية. مو هو من يقول لك أنا ما إلي شغل، المفروض أكو محرك يجذبه يقول له هذه قضيتك وهذه عقيدتك وهذه وطنك، لأنه عندك ماكينات مضادة قاعدة تشتغل على هذه النقطة. الدين يحكم بذلك، والعقيل يحكم بذلك، والشارع يحكم بذلك، والآن الانتصار بائن للجميع. اليوم ما حدث ما بعد 7 أكتوبر الجميع يتحدث أنه مرحلة ما بعد ما 7 أكتوبر العالم كله اختلف. ما معقولة من السذاجة بمكان أنه المتلقي أو المقابل الذي يطرح هذا الإشكال أن يكون قليلا أو جاهلا بهذه الأمور، ولا يميز الخبيث من الطيب. لكن ممكن يكون قليل الوعي والقنوات الصفراء والماكينات تتأثر عليه بطريقة أو بلا. الكريمة يعني الآن دورج جزء من هذه الساعة النصف ساعة مخصصة لنصرة هذه القضية، هذا دور. أنا دور الآن بمركز التدريب الإعلامي أقيم ندوة، دور الكاتب يكتب عمودا أو مقالا، دور الصحفي يكتب تقريرا يسلط الضوء على هذه المظلومية. أنا أشارك مثل ما يشارك المقاتل في جبهات القتال، يحتاج إلى من يعزز هذه النظرية بالإعلام. طيب، هو يحتاج إلى إعلام مساند له. غير الإعلام، هل استخدمتم الإعلام وسيلة للمقاطعة؟ اليوم أكو جهات وشركات عالمية تدعم الكيان الصهيوني بشكل واضح، هل نحن نستطيع أن نتبنى حملة للمقاطعة؟ هي أكو حملة لكن نتبناها بشكل أكبر. طبعا هي إحنا تعرفين الآن مواقع التواصل الاجتماعي دخلت منافس شرس على الإعلام وأصبحت إعلاما قويا، وهذه الحملات المقاطعة بدأت بمبادرات فردية وأصبحت الآن حملات عالمية للمقاطعة، لكنها لم تنعكس بشكل كبير على الواقع. لكن شلون الخسارة؟ أكو شركات عالمية مثل بيبسي وغيرها خسرت خسائر فادحة. على 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 النصف الآخر من العالم، أما في عالمنا ما يخصنا في بيئتنا في جغرافيتنا فالخسارات كبيرة جدا. نحن نتحدث عن خسارات بملايين الدولارات، هذا كبير. أما داخل الكيان الصهيوني فإحنا نتحدث عن 250 إلى 300 مليون دولار يوميا يخسر الكيان الصهيوني بهذه العمليات، فهذا خسارة كبيرة جدا. دور الإعلام في تبريز هذه الإنجازات. اليوم ما نخشاه طبعا ما يحرض عليه الآخر هو تكميم الأفواه، ولذلك أغلب النقل المباشر من داخل الأراضي الفلسطينية منعت، منعت قناة الميادين ومنعت الجزيرة وحتى مؤسسات الاتحاد الإسلامي، كثير من عندها منعت من التغطية لأن كانت هي العنوان البارز عندما يشاهد المتلقي العربي كل القنوات بعاجل واحد وببث مباشر واحد يظهرون الظلامات 24 ساعة مباشر. هذا كان أكبر خسارة على الكيان الصهيوني. طيب، بعد هذه سياسة تكميم الأفواه الآن ما تقدر تنشر لك منشور على الفيس إذا كتبت به غزة؟ هاي محددات النشر، هاي محددات النشر، وتقول يعني وسائل الإعلام منعوها أنه تغطي الأحداث في فلسطين المحتلة. اليوم شنو العمل حتى نوضح هذه الحقائق؟ لدينا القاعدة الشعبية، الرصيد الأكبر، الرصيد الأكبر بقاعدتنا الشعبية هي هذه الجماهير التي تخرج بالآلاف وبدون محركات. يعني تقريبا 5 أيام الآن الشعب الأردني، مو الحكومة، لا الشعب الأردني 5 أيام هو يجابه، وهذه كان صار تحول بالداخل الأردني. قبلها كان عندنا بالعراق وما زال بالعراق هذه التظاهرات وهذه المواقف. هذه المواقف الشعبية هاي مواقف عفوية كبيرة جدا لأنها قضايا شعوب تدعم شعوب. طيب، وليس حكومات. طيب، وتدخل في ظاهرة التمييع. مركز الاتحاد للتدريب والتطوير الإعلامي إلى أي مدى يستطيع أن يساهم بتوحيد الجبهات الإعلامية فيما يتعلق بيوم القدس العالمي؟ طبعا احنا تخصصنا تدريب، لكن احنا سوينا من بدء 7 اكتوبر ولحد الان عقدنا عده ورشات فنيه وندوات. الورشات الفنيه مثل الصحفي العراقي والاعلام العراقي ليس لديه الخبره الكبيره في نوعيه تحرير الخبر الاسرائيلي والروايه الاسرائيليه حديثه العهد على صحفيين واعلاميين، لاننا نحن نشتغل بجانب اخر. فعقدنا ورشات متخصصة
خصوصا بالفرز ما بين الرواية الإسرائيلية والرواية الصحفية الحقيقية، هذا مهم بتحرير الأخبار. بالاعتماد على شنو؟ طب بالاعتماد على مدربين متخصصين بهذا الجانب. جلبنا مدربين متخصصين من الخارج، وأيضا لدينا كانت دورات أونلاين متخصصة لطرح الأبجديات الأساسية في تبريز الرواية الحقيقية. هذا جانب، معذرة. الجانب الآخر هو دعم المؤسسات التلفزيونية والإذاعية من خلال مجموعة اليو، مجموعة اليو اللي هي اليوفيد، اليوفيد اللي هي يقدم دراسات كاملة إلى القنوات الفضائية بشكل مجانا، ووكالة يو نيوز الإخبارية التي تتيح خدمات كاملة من بث مباشر وتقارير خبرية وأخبار مجانا، وأيضا مركز التدريب الذي يوفر كل ما تحتاجه المؤسسات الإعلامية من تعزيز للقدرات أو تنمية للمهارات، تصب بمجال تعزيز القابليات على الشاشة أو على المنصة الإلكترونية أو بالإذاعة. بس حضرتك أنت مدرب للإعلاميين يعني تساهم في تطوير مهاراتهم، يجيك في بعض الحالات صحفي قد يميل إلى الرواية الصهيونية أكثر من الرواية الفلسطينية، متأثر ببعض وسائل الإعلام الصفراء إن صح التعبير؟ أخو هذا طبعاً، هذا احنا اليوم السوشيال ميديا والقنوات الفضائية ما عندنا احنا فضائية واحدة ولا عندنا منصة واحدة، اليوم رأيي ورأي جنابك، فالمتلقي مع من؟ مع الرواية الأقرب والأصدق. نحن نركز على المصداقية، ولذلك انتصار رواية المقاومة بدأت وانتصرت وأثبتت وجودها، لأن الرواية انتصرت انتصارا كبيرا في ساحات المعارك عسكريا، وانتصرت إعلاميا لأنها عززت مفهوم مهم جدا وهو المصداقية و أصالة القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا دكتور محمد الخزاعي، مدير عام مركز الاتحاد للتدريب والتطوير الإعلامي، حياك الله، نورتنا. شكرا. في حصاد اليوم شكرا جزيلا. شكرا. على كل ما تفضلت به. ختام حصادنا يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يوجه باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخدمية بقضاء القرنة. وزير الداخلية يعلن عن تسجيل أكثر من 36 مليون مواطن على البطاقة الوطنية والبدء بالمرحلة الثانية للمشروع. وزير الصحة يترأس اجتماعا مع مدراء مراكز الديلزة ويؤكد على أنها سترتفع إلى 98 بعد افتتاح المشاريع الجديدة. ووزارة الزراعة تعلن إطلاق حملة لمكافحة آفة النخيل منتصف الشهر المقبل باستخدام الطائرات. وكربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام. ختام الحصاد، شكرا لكرم المتابعة وتصبحون على خير.